في مصر شهد متحف أحمد شوقي بالقاهرة تدشين كتاب البحرين وتكريم أمير الشعراء للباحث والكاتب البحريني صقر بن عبد الله المعاودة، وذلك بمناسبة مرور 90 عاما على تتويج أحمد شوقي لإمارة الشعر العربي. ليلة بحرينية ثقافية عاشها متحف أمير الشعراء أحمد شوقي على ضفاف النيل بالجيزة بمناسبة تدشين كتاب البحرين وتكريم أمير الشعراء للباحث البحريني صقر بن عبد الله المعاودة بمناسبة مرور 90 عاما على تتويج أحمد شوقي لإمارة الشعر العربي. شهد الاحتفال عدد كبير من المسؤولين والمثقفين، في مقدمتهم سعادة السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سافر المملكة في مصر، وقد قام الباحث صقر المعاودة بعرض كتابه أمام الحضور. فلتحيا مصر وليحيا نابغة الشعر العربي، فهذه الكلمات أبتدأ بها لأن بينكم وبين أحبائنا في مصر لأذكر أهل مصر لمحبة البحرين لهم منذ 90 عاما وقبلها وإلى الآن وإلى المستقبل إن شاء الله. وجاء الاحتفال بتكريم المملكة لأمير الشعراء أحمد شوقي استلهاما من المشاركة التاريخية والرائدة للمملكة في احتفالات تكريمه عام 1927، وهو ما عبر عنه معرض أقيم على هامش هذا الاحتفال مع قصيدة للشاعر خالد بن محمد الفرج ألقاها نيابة عنه في الاحتفال آنذاك الشيخ محمد الغنيمي التفتزاني. تكرار للحدث الأصلي اللي حدث من 90 سنة، جدي المرحوم الشيخ محمد التفتزاني هو اللي قام بإلقاء القصيدة نيابة عن أمير الشعراء أحمد شوقي في حفل من 90 سنة. وبعد توقيعه الكتاب لضيوفه، سلم الباحث البحريني صقر المعاودة دروع التكريم لضيوفه الحضور تكريما لوجودهم وإسهاماتهم معه في هذه الليلة البحرينية المصرية. حقيقة نحن سعداء بأن نحتفل بعد مرور 90 عاما بتجديد ذكرى البحرين وتكريمها لأمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك من خلال كتاب أعده الأستاذ صقر المعاودة، وذكرنا بهذه المناسبة الطيبة التي جاءت يعني من البحرين تكريما وتقديرا لأمير الشعراء أحمد شوقي وتقديرا لمصر ودورها الرائد في ذلك الوقت وإلى اليوم. وقد أبدى الباحث صقر المعاودة سعادته لتدشين هذا الكتاب، وذلك بعد تكريمه من المتحف ومنحه ميدالية أحمد شوقي تقديرا لجهوده. سعدت جدا بالحضور وحضور الأدباء، وعلى رأسهم كان الدكتور صلاح فضل، فكان لي الشرف أن أكون بينهم، وكذلك كوني أن أدشن كتابي في هذا الصرح الكبير وأستلم هدية ثمينة وهي ميدالية أحمد شوقي. العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ومصر هي علاقات متأصلة وغنية، وما تدشين كتاب البحرين وتكريم أمير الشعراء أحمد شوقي داخل متحفه في القاهرة ما هي إلا صفحة مضيئة في هذا التاريخ. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.